بمناسبة المشاعر والأحاسيس، المشاعر والأحاسيس حصلت بالفعل، وفي دراسات أنا لسه قاري من أسبوع إنه اللي هو الروبوت، مش البوت اللي عندي، الروبوت يحس بلمسة الإيد، بدليل إنه إيلون ماسك اتجوز الروبوتة بتاعته وفي أو يرقص معاها، وتعبيرات وشها بتتغير. لأنه أنا لما شفنا صوفيا في 2019 هنا كان في أحاسيس، كان في رد فعل، صوفيا انت جميله تعمل كده، لانها متجهزه على انها تسمع الكلمه وبتنمي نفسها وتدي الانطباع بتاع المشاعر ده. بالنسبه للي كان بيتكلم على الابداع والثقافه والشعر، محمد جمعه بيكتب سيناريو، بيكتب استنى بس ان واد من عندك يتجوز بنت من عندك ويعني. لا لا دي دي لا دي دول البوتات، دي البوتات يضحكوا عليك انت وامل وبتاع، لا دي بوتات دي، ما لكن الروبوتات ممكن، خلاص الروبوتات فيه مشاعر وكده. انا بتكلم على الابداع، بيكتب القصيده على افضل ما يكون. انا كتبت قصيده من حوالي اسبوع كده، حاجه قلت اجربها، انا مراتي اسمها كذا وعايز اكتب فيها قصيده شعر، انا ما رضيتش اقولها لها من كتر ابداعها، هتقول لي انت جايبها مسرقها ولا حاجه. بعتها لجمال الشاعر، قال لي ايه القصيده الرائعه، ايه التعبيرات الجميله اللي كاتبها. قلت له مش انا ده كاتبها الروبوت، ان هو معايا يعني بيتابعني على الصفحه بتاعتي. قلت له لا ده الذكاء الاصطناعي اللي عاملها. في ما لا ما دخلت بقى بمناسبه السرقه، مش عارف مين كان بيتكلم الحاجات الالكترونيه، الجريمه الالكترونيه، في هم نفسهم الذكاء الاصطناعي عاملين برامج وتطبيقات تكشف السرقه وتكشف الفيديو ده صحيح ولا لا، وتكشف اذا كان يعني. في ولد بعت لي كان مقال راي، فدخلته عندهم، قال لي مسروق بنسبه 99%، 99% ومقال رأي. قلت ده حمار، ده حتى نقله بالنص ال 99، يعني في 1% واقع ممكن يكون، ممكن كتب اسمه، ده انا قلت كتب اسمه. تخيل تخيل، رحت قلت له طب هات لي اتسرق منين، مسروق منين، راح جايب لي المكان اللي اتسرق منه، منشور في موقع وباسمه، هو انا مانع ان انشر مكان حد، فانا رحت عشان ما احرجهوش. قلت له يا دكتور انت بعت المقال بتاعك اللي انت كنت نشره في المكان الفلاني، انت نسيت تبعت المقال بتاعك الجديد بتاعي. ما رضيتش اقول له، قال لي اصلا انا نسيت ده انا. فعرفت احيانا يقول لي السرقه بنسبه السرقه 65% 70%، احيانا يقول لي ايه بقى وهنا خطورتهم، يقول لي ده مش مسروق من بشر، ده متاخد من AI، يعني جبت خبر متاخد AI نسبة 100% معمول ذكاء اصطناعي، جبت دورت عليه لقيته من سكاي نيوز عربية، عندهم التقنية دي، وفي الاندبندنت عندهم، في نيويورك تايمز، كل الصحف شغالة. أنا عندي في بوابة مصر الآن لما بنشر خبر من أو تقرير ذكاء اصطناعي بكتب تحت كده، عشان دي أخلاقيات المهنة بقى، هذا المحتوى من إنتاج وحدة الذكاء الاصطناعي، اقرا انت استمتع بيه، بس انت لازم تعرف ان ده مش بتاعي، ده ذكاء اصطناعي اللي عامله كده. الجريمه الالكترونيه ده عشان في كتاب للدكتور محمد الشافعي، واشيل الصوت واشيل اسمه واحط، لا ما هو هنا ما عشان كده انا عندي البرامج الكاشفه، ملوش دخل بالتوكيل الدولي. لا لا لا, لا, لا انا عندي انا عشان كده بقول لك العالم كله دلوقتي بيدور على ايه، بيدوروا على زي مدونه سلوك او حاجه اخلاقيه تحكم المساله، بس ده هيفضل، وهقول لكم وهفكركم بيه، هيفضل كلامه على ورق مش هيتم تطبيقه. يعني مثلا في نفس التوقيت اللي كنت بحكي لكم على تجربة الطيارة اللي هي اللي قتلت مشغلها، في نفس التوقيت كان في ولد عامل فيديو جايب صورة ترامب وعليه صوت توفيق عكاشة، هو بيتكلم ايه هنية انت يا بنت راح تشوري بنتك مش عارف ايه وتجيبي غسالتين مالها الغسالة. شوف هنا بقى التفاهة، انا ناس الامريكان شغالين بيعملوا تجربة افتراضية على الروبوت يدير بدون طيار، يدير ويعمل معركة ويشوفوها يعمل ازاي مع المشغل بتاعه، واحنا هنا اللي فرحان لي وعامل اشتراك ويحط صورة ترامب على صورة توفيق عكاشة ويعمل فيديو عشان يفهم الناس. لا 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 هو الناس انا عارف اللي عمله، انا عارف اللي عمله، الناس اللي شيرت فرحانة شفت الذكاء الاصطناعي. هنا بقى عاملين برامج وتطبيقات بتكشف الفيديوهات دي اذا كانت حقيقيه ولا لا، زي ما عملوا الفيديو اللي هو الشهير اللي هو فيه ترامب وفي اوباما وفي بايدن قاعدين وبيخططوا خطط ويعملوا كده، وهم مش حقيقي،
فبيتحط في برامج يقول لك ده الفيديو ده فيك مش حقيقي. بمناسبه الحد اللي سال، انا عشان مش بذكر اسماء، اللي سال على الصحفيين لو حصلت حادثه لو حصل حاجه مين هيغطي، لا في عندي في البوابه في 25% بشر و75% اله. ال 75% البشر هم اللي بيغطوا الاخبار لكن الاله. دكتور محمد يماني يا دكتور يماني، انا لو حادثه، لا لو حادثه في عندي قسم الحوادث، في الولد اللي بيغطي الحوادث، في قسم بيغطي اخبار مصر، في حد بيغطي المحافظات، دول بشر حقيقيين، دول ما اقدرش الغيهم. وفي عندي المشرفين اللي هو غرفه الاخبار، ويشوف اذا كان الخبر ده يصلح بيمشيه، ما لا يصلح بيرميه على طول. لانه برضو لما جيت اسست وحده غرفه الاخبار لقيت بتاع الرياضه كل شويه يبعت اخبار موضوعات مش اخبار، دي محمد صلاح محمد، اقول له احذف ارمي لغايه ما رحت دخلت وقفته لغايه ما ندربه ونشوف هنعمل ايه فيه. فعشان كده بقول لحضرتك الذكاء الاصطناعي زي ما هو دخل في كل المجالات، وفي محاذير من الحاجات دي، وفي تطبيقات برضه بالذكاء الاصطناعي تكشف الصح من الكذب. السيناريوهات، السيناريو الكاتب السيناريو كان يقعد شهور ويدخل زي الله يرحمه واحد حامد، واحد حامد كان ياخد كان واخد جناح في الفندق ويقعد ياكل ويشرب ويصحى ويشرب شاي كده ويقعد يكتب النهارده نص حلقه بكره كذا. هو ممكن في يوم يخلص السيناريو الفيلم في يوم، ليه بقول ليه يوم؟ هو ممكن ما يكملش نص ربع ساعه، لا يوم، لانه في هنا لازم يكون في ابداع. هقول المشهد ده عايزه ليل داخلي وعايز فيه كذا كذا والبطل يكون كذا، المشهد ده نهار خارجي عشان كذا كذا. فكل ما اديله اوامر صح، كل ما يديني منتج مظبوط، مفيش حد هل هراجع بعدين عليه، اغير حاجات بسيطه. لكن كل ما كانت المدخلات ضعيفه كل ما كان المنتج نفسه محتاج مهلهل، زي اي مهنه زي اي حد. ايه اللي يفرق بين دكتور شاطر ودكتور ماشي معاه البركه؟ في دكتور العياده بتاعته لغايه السلم تحت ناس واقفه، وفي عياده بيجي يقعد ما فيش غير كشف واحد ويمشي، لانه ده بيطور نفسه بيشوف الجديد في العلم بيحضر مؤتمرات زي كده. اي مهنه، الصحفي لازم يتدرب، المهندس لازم يتدرب، الدكتور، انا الدكتور اللي كان بيعالج بنتي قعدت معاه بتناقش معاه لقيته بيدرب نفسه ازاي يطور. هو مش هيعلمه ازاي يكشف، لانه ده الخبره دي استحاله يلغيها، استحاله الذكاء الاصطناعي يلغي خبرته، بس بيوفر له وقت وجهد وفلوس. بدل ما يجيب 2 3 عنده اللي بيسجلوا البيانات واللي بتاع، هو بيدي البيانات بتاعت اشرف النهارده لما جه كشف جايب التحليل بتاعه التراكمي كذا وكذا 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 واديها له، هو بيحلل نفسه وبيقول له كده يعني العلاج بتاعه اللي خده على مده شهر النتيجه بتاعته كانت 60%. هو بخبرته يقول اه يبقى اشرف تاخد العلاج الفلاني زود عليه الجرعه كذا وكذا. هنا طور نفسه واستفاد بالذكاء الاصطناعي، ولكن لم يلغي البشر، لن يلغي البشر في كل المجالات. التصوير مش ممكن صوره العدسه الطبيعيه اللي هو بيصورها استحاله الذكاء الاصطناعي يعمل زيها، ولكن ممكن يساعد. ممكن اقول له تخيل كده، اقول له انا قاعد في ندوه واحنا قاعدين ثلاثه انا ومحمد والاستاذه نهله وقاعدين في لقاء في كذا في الهواء الطلق، هيرسم لي الصوره هيعملها، بس غير الصوره الجميله اللي باحساس اللي طالعه باحساس. ولكن في عالم الصحافه احنا دايما بنعمل موضوع عايزين صوره موضوعيه تعبر عن الموضوع فبتمشي، لكن مش هيلغي الصوره الرئيسيه اللي هي الحقيقيه بتاعت البشر.